أول واحد يقطع من عضلة واحد من الميتين ويأكلها. بعد 72 يوم يظهر أشخاص أحياء لا زالوا على قيد الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا هلا يا مرحبا، معاكم علي عاشق. اليوم نبي نتكلم عن شيء صار معجزة، يعني قصة ممكن من معجزات اللي صارت يسمونها معجزة جبال الأنديز، أو يعني ميركل اوف أنديز. عموما قبل أن نبدأ بالقصة وقبل أدخل في الموضوع هذا، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ومور اليوتيوب هذه كلها. وأول ما عرفت في القصة وسمعت عنها بحثت في كل مكان في كل موضوع، صراحة شيء مرة خيال، يعني نسج من الخيال. فيلا ما نطول، خلونا ندخل في القصة ونشوف ايش صار. القصة ترجع معانا إلى عام 1972 وبالتحديد في دولة الأوروغواي. كان في فريق ركبي، وهذا فريق الركبي كان من أقوى الفرق الموجود في الأوروغواي بتلك الفترة. فريق الركبي هذا كانت عندهم مباراة مع فريق إنجليزي في دولة تشيلي وبالتحديد في مدينة سانتياغو. فكانت عندهم طيارة وبالتحديد الطيارة أو الرحلة رقم 571، فكانت الطيارة كاملة للفريق. وبما أن الفريق كان عددهم 19 واحد فقط، قالوا ما دامنا رايحين خلونا نستمتع ونعزم أهالينا وربعنا والناس اللي تعز علينا. فأعزموا أهاليهم وربعهم يخاونهم في الرحلة اللي كانوا متوقعين في الرحلة هذه أنها تكون وناسة ومتعة وفلة. فوصل عدد الركاب إلى 45 شخص اللي هم راكبين في الطيارة هذه. فاتجهوا من الأوروغواي على اساس انهم رايحين الى مدينة سانتياغو في تشيلي، ولكن كان الجو في اكتوبر وكان شتوي، فكانت في ثلوج وكان الطقس ما هو مناسب مرة للطيران. فوصلوا الى الارجنتين بالتحديد الى مدينة مندوزا، فقالوا خلونا نريح الليلة هذه هنا وبكرة يمكن يتحسن شوي الجو والوضع ونطير بوجهنا ونروح لمدينة سانتياغو. وفي ثاني يوم في 13 اكتوبر 1972 غادروا مطار مندوزا متجهين الى مدينة سانتياغو في تشيلي، ولكن بسبب ان الطريق لو طلعوا سيدا كان يعني الجبال مرة مرتفعة وما تقدر الطيارة تطير فوق هاك الجبال بسبب الطقس وبسبب ارتفاع الجبال اللي مرة عالية، الطيارة ما تقدر ترتفع اكثر من كذا. فراحوا الطيارين وغيروا المسار، اتجهوا الى جهة الجنوب، وعلى اساس من جهة الجنوب يكون ارتفاع الجبال اقل، يقدرون يتعدون الى جهة تشيلي بعدين يرجعون رجوع الى مدينة سانتياغو. وبالفعل كذا اللي سووه. فلما وصلوا الى منتصف الجبال كان في سوء تقدير من الطيار، هم فكروا بسبب انه يعني الدنيا هم فوق الغيم وحولهم ثلوج وجبال ما قدروا يشوفون الارضيه، ما قدروا يشوفون من تحت. فلما نزلوا الى جهه الغيم فكروا انهم تعدوا الجبال، سلسله الجبال جبال الانديز، وانهم راح ياخذون يمين. فهم اخذوا الاذن من المقصوره انهم ينزلون شوي في الارتفاع على اساس انهم يقربون شوي من الارض. فلما اخذوا يمين تفاجؤوا الطيارين انهم لا زالوا بوسط الجبال، ولكن كان عندهم سوء تقدير انهم وين وصلوا، هل هم تعدوا الجبال ولا لا. فيقولون الركاب انهم اول ما سمعوا ان الطيار عطى الماكسيمم سبيد، عطى السرعه القصوى للطياره انها ترتفع، حسوا في شيء غلط، وبسبب سوء التقدير للطيار ما قدر يلحق انه يطير فوق الجبل، فاصطدمت الطياره بالجبل وشقت الطياره نصين، الذيل وجزء من الطياره طار والثاني وصل الى مكان ثاني اللي هو اللي باقي من الطياره المقدمه وغيره، وبدت تدحرج الى موقفت في مكان في وسط الجبل المرتفع هذا في وسط الثلوج في هالمكان اللي ما حولك احد نهائيا. في وقت الاصطدام لما ضرب الذيل وطاروا ناس، 7 أشخاص طاروا من الطيارة وماتوا في نفس اللحظة. أما الباقيين لما اصطدمت الطيارة بدت الكراسي وبدت الدنيا والأغراض كلها تدحرج على بعض لين بدت تضرب فيهم، فصابتهم كسور وصابتهم ضربات في الرأس وغيره. فبعدها ماتوا حوالي 5، فما كملوا 24 ساعة في أول يوم مات 17 واحد منهم، ومن ضمن اللي ماتوا كان الطيار وكان الطبيب حق الفريق اللي مرافقهم في تلك الرحلة، مات في أول يوم من الاصطدام. فمات 17 واحد وبقى منهم 28 واحد. فمن ضمن اللاعبين ومن ضمن الناس اللي كانوا بالطيارة كان لاعب اسمه ناندو برادو. ومثل ما قلنا في البداية ما دام انهم كانوا 19 وعزموا اهاليهم وربعهم والناس اللي تعز عليهم عشان يخاونهم في الرحلة اللي كانوا متوقعين انها راح تكون ممتعة ويستانسون فيها وما دروا ايش راح يصير فيها، هو عزم امه واخته وجابهم معاه في الرحلة هذه على اساس يستمتعون في الرحلة اللي ما راح تنسى. فناندو برادو من اول ما ضربت الطيارة والكراسي وغيره جت ضربة في الراس، فكان في غيبوبة لمدة 3 أيام وصحى بعد الغيبوبة. ناندو برادو أمه ماتت أو توفيت في أول
أول يوم من اصطدمة الطيارة وانقص الذيل ماتت أمه، وكانت أخته في يعني إصابات خطيرة مرة، فبعد 8 أيام من الاصطدام ماتت أخته، فبقى العدد عندهم 27 واحد اللي باقين في المكان هذا. أكبر شيء كانوا يعني محتارين فيه وأكثر شيء كانت لهم يعني تحدي اللي هو الأكل، الستارفيشن، الجوع، هذا كان أكثر تحدي لهم. حاولوا بشتى الطرق أنهم يجمعون الأغراض اللي موجودة أو أي أكل موجود ممكن يساعدهم، لأنهم ما يدرون كم راح يبقون في هذا المكان. وفي اليوم 10 من الاصطدام كانوا يقدرون يتسمعون على الراديو بناء على الأجهزة اللاسلكية اللي كانت موجودة في الطيارة، فاسمعوا أنها توقفت عمليات البحث والإنقاذ لهم بعد حوالي 100 رحلة بحث وإنقاذ. فهم انصدموا وعرفوا في هاك اللحظة أو في تلك الليلة أو في ذلك اليوم أن الشيء الوحيد اللي يخليهم يبقون على قيد الحياة هم أنفسهم، أنهم يبحثون على النجاة. فتجمعوا 27 واحد وبدوا يأخذون اتفاقية كيف أنهم يقدرون يحافظون على الأكل اللي موجود. فكان في ناس بينهم جروبات قبل لا يسولفون على العلن كانوا يتكلمون أنهم بدال ما يموتون في هالمكان هذا، طبعا جبل وثلج لا كان فيه لا حيوانات ولا في طيور ولا في نباتات ولا في أي شيء في المكان هذا، فأخذوا الاقتراح أنهم ليش ما نروح وناكل الديد بادي حق أصدقائنا، الناس الميتين هذولا، مدامهم ميتين ليه ما نستفيد من أجسامهم وناكلها. فلقوا في بينهم اعتراض وصار في بينهم نقاشات وفي بينهم تحدي، ناس وافقت ناس ما وافقت، لكن كان في بينهم طالب طب عمره 19 سنة وهو أحد اللاعبين اسمه روبرتو كانسا. روبرتو كانسا داري أن جسم الإنسان أن العضلات هي تحتوي على بروتين والعوامل التغذية أو العوامل المغذية للجسم، ويقدر الإنسان يبقى على قيد الحياة لو أكل جسم الإنسان. فبعد تحدي وبعد هواش بينهم راحوا واتفقوا أنهم ما في مشكلة يبدون يأكلون أجساد أخوياهم، لأن لو أخوياهم في تلك اللحظة موجودين ما عندهم أي مشكلة ولا راح يرفضون لو كان هذا الموضوع يخليهم باقين على قيد الحياة. فال27 اتفقوا أن أي شخص يموت منهم أنهم يسمحون للباقين أنهم يأكلون أجسادهم. فراح روبرتو كانسا كان أول واحد يقطع من عضلة واحد من الميتين ويأكلها، فشوي شوي لين بدوا هم يأكلون الأمور هذه كلها من الجلد ومن العضلات حتى يبقون على قيد الحياة. طبعا في البداية ما كانوا يتوقعون أنهم راح يبقون هالفترة الطويلة في هالمكان هذا، فبدوا يأكلون الجلد ويأكلون العضلات فقط، لكن بعد فترة ذبحهم الجوع بدوا يأكلون الأعضاء الداخلية. ومن ضمن الطرق اللي يسووها عشان يحصلون على الموية ويشربون، جابوا بعض الألمنيوم اللي موجود في كراسي الطيارة وخلوه يذوب الثلج عليه لين يكونون في البطول أو العلب هذه يكونون فيها موية ويشربون. فهم اتخذوا المقدمة الموجودة هذه حقة الطيارة كمأوى لهم وكبيت لهم. فيوم 29 أكتوبر صار انهيار ثلجي وجتهم يعني كرة ثلجية كبيرة ودخلت عليهم في الطيارة، وفي نفس الوقت هذاك ماتوا 8 أشخاص بسبب هالانهيار الثلجي هذا، فبقى منهم 19 شخص فقط. وبعد الحادثة هذه في 15 نوفمبر مات واحد منهم بسبب الالتهابات والجروح اللي موجودة عنده والعدوى والبكتيريا اللي صابته، وبعدها ب3 أيام مات واحد ثاني، فصفى العدد على 17 شخص اللي موجودين فقط بقوا على قيد الحياة من 45 شخص اللي كانوا على متن الطيارة. طبعا صابهم جوع وصابهم فزع وصابهم يعني فقدان الأمل في الحياة، بدوا يأكلون أجساد إخوياهم، وبسبب أن ثلج عشان ما يصيبهم العمى من الشمس راحوا جابوا بعض الشغلات وسووا زي نظام النظارة اللي تغطي عيونهم على أساس ما يصيبهم عمى. فظلوا عايشين في هاك المكان ينتظرون أي نجدة أي أمل، ولكنهم كانوا عارفين أن ما في طريق للنجاة إلا أنهم هم بأنفسهم يذهبون ويبحثون عنها. ففي 11 ديسمبر مات شخص منهم بسبب الجوع، كان ما هم متقبل فكرة أن يأكل أجساد إخوياه الميتين. فلما بدوا الناس يأكلون يعني من السكن الجلد ويأكلون العضلات، لما وصلوا للأورغنز الأعضاء الداخلية هو رفض الفكرة نهائيا، فهو مات من الجوع وكان متعمد، رفض عجز يتقبل فكرة أن يأكل الأعضاء الداخلية للإنسان، فمات بسبب الجوع في 11 ديسمبر، فبقى منهم 16 شخص فقط على قيد الحياة. وثاني يوم في تاريخ 12 ديسمبر 1972 بعد ما مضوا 60 يوم من الكراش أو من الاصطدام حق الطيارة وحادثة الطيارة، 3 أشخاص منهم تجهزوا وضبطوا أمورهم أنهم هم يبحثون ويتعدون الجبال حتى يبحثون عن النجدة. واحد اسمه روبرتو كانسا اللي هو طالب الطب، الثاني ناندو برادو اللي هو اللاعب كان بغيبوبة 3 أيام وأمه واخته كانوا على متن الطيارة، والثالث اسمه أنتونيو فيزنتن. فجهزوهم من الأغراض واخذوا بعض عدة الأكل من أجساد أخوياهم وغير، راحوا يشقون طريق الجبال حتى يبحثون عن النجدة. طبعا ناندو برادو بسبب أن
أمه واخته كانوا على متن الطيارة وتوفوا، رفض يخلي أحد إنه ياكلهم أو يخلي أعضاء الطيارة الباقيين الناجين إنهم ياكلونهم، فكان حافظهم في مكان لحالهم. لكن قبل لا يمشي ويروح يبحث عن النجدة قال لهم إذا اضطررتم وذبحكم الجوع وما بقى شيء فما في مشكلة إنكم تاكلون جسد أختي وجسد أمي، وراح مضى في طريقه. فبدوا يمشون إلين ما وصلوا إلى قمة الجبل كانوا يشوفونه من بعيد، وتوقعوا إن بعد الجبل هذا راح يشوفون حياة ويشوفون مدن، وخاصة قالوا إن الطيار قال إن حنا وصلنا ما باقي شيء وانخفض، فأكيد في نجدة في مدن في ناس عايشة بعد هالجبل هذا. ولكن أول ما وصلوا الجبل بعد عناء وتعب انصدموا إن لا زالت قدامهم سلسلة جبال طويلة، فساءهم التقدير ووصل عندهم إحباط داخلي مرة. فراحوا قرروا عشان يحافظون على الأكل والأشياء اللي معاهم بقوا اثنين فقط اللي يكملون الرحلة، اللي هم روبرتو كانسا وناندو برادو. وراح أنتونيو فيزنتن قال عشان تحافظون على الأكل والأشياء اللي معاكم خلوني أرجع لمكان الطيارة وأنتظر هناك وأنتوا روحوا كاملوا طريقكم. فمشوا ناندو برادو وروبرتو كانسا مشوا إلين 10 أيام كاملة قطعوها وهم بس يصعدون الجبال وينزلون، إلين ما وصلوا إلى مكان فيه نهر. لما شافوا النهر قدامهم انبسطوا وفرحوا قالوا أكيد في حياة بعد النهر هذا وفي شجر. فشافوا شخص بعد النهر، يعني هم في المكان هذا من النهر شافوا شخص قطع النهر وكان في صوت الموية مرة مزعج، فأشروا له. كان الشخص راكب على حصان اسمه سيرجيو كاتالان، فكان يشر لهم كده وش فيه، وهم يشرون له من بعيد ما هم فاهمين ما هم سامعين بعض بسبة صوت الموية. فراح خلاهم يكتبون على ورقة ولفونها على حصاء ويحذفونها له حتى توصل طرف النهر الثاني ويقولون له وش صاير. فسووا السالفة هذه حتى وصلت له وقراها، فراح صيح لهم من بعيد وأشر لهم إني أنا لقطت الفكرة وبكرة تمورو. فكان معاه شوية خبز وحذف عليهم الخبز. وثاني يوم في تاريخ 22 ديسمبر وصلوا الناس إلى النهر وخذوا أنقذوا روبرتو كانسا وناندو برادو. وراحوا روبرتو كانسا وناندو برادو في الهليكوبتر في الطيارة إلين ما وصلوا لموقع الكراش. وطبعا الصورة هذه حقيقية من نفس الطيارة لما قربت لهم، أو الهليكوبتر لما قربت لهم وشافتهم طلعوا. ففي 22 ديسمبر أنقذوا 7 منهم وبقوا 7 آخرين بسبة الوذر وخلوا عندهم العدة والأمور هذه. وثاني يوم في تاريخ 23 ديسمبر 1972 أنقذ الفريق كامل وخذوهم إلى بر الأمان، وفي صور ولهم لقطات نحطها بآخر الفيديو لما أول ما وصلوا إلى الإنقاذ وحسوا أن الحياة رجعت لهم من جديد. فيا جماعة بعد 72 يوم تخيلوا 72 يوم في هالمكان اللي ما حولك أحد، لا أكل لا ناس لا عالم لا دنيا، زي ما يقولون لا طير يطير ولا وحش يصير. تخيلوا يا جماعة يجي الإعلان أن العالم كلها ماتت والطيارة كلها ماتت واختفت، بعد 72 يوم يظهر أشخاص أحياء لا زالوا على قيد الحياة، كيف كانت ردة الفعل؟ كانت في احتفالات ودنيا وعالم وصخب للعالم واحتفلوا فيهم. ولكن وش صار بعدها؟ لما بدوا يذكرون لهم كيف بقوا على قيد الحياة انقلبت الدنيا رأسا على عقب، صار كذا كيف تأكلون أخوياكم؟ صارت الناس ضدهم والجرائد والعالم. لكن بعد ما شرحوا الأمر وإنه صار كذا وصار كذا واضطرينا ناكل أجسادهم رفعوا الكلام إلى الكنيسة، والكنيسة قالوا ما دام إنهم ما قتلوهم قتل فما في مشكلة إنهم يعني أكلوهم ليبقوا على قيد الحياة. فرجعت العالم وسامحتهم، وراح الطبيب وراح روبرتو كانسا لكل بيت من أو كل عائلة من عوائل الناس اللي ماتوا وجلس معاهم وشرح لهم الأمر وسامحوهم وخلاص كذا أنهوا الموضوع. فهذا اللي صار وكذا تمت عملية الإنقاذ. فالآن سووا مكان ميموريال للذكرى لمكان سقوط الطيارة في جبال الأنديز، الناس بدت تروح لكل فترة صار زي مزار. وبكذا يا جماعة نكون وصلنا لنهاية القصة هذه اللي صراحة نسج من الخيال، سبحان الله كيف صار وكيف دنيا وكيف بقوا على قيد الحياة. لكن في سؤال، أنتم يعني الله لا يحط أي شخص في هالمكان هذا في هالمقام هذا، يعني الله لا يحطنا عموما، بس لو قلنا مثلا أحد منكم صار زي هالواقع ما أدري إيش راح يخطر على باله، مش ممكن واحد يسوي إنه ممكن يأكل صديقة أو أحد كان معاه في الطيارة؟ ما أدري، اكتبوا لي أراكم وعطونا رأيكم في هالقصة وفي هالشيء، أو لو الشخص قدر الله تعرض لهالموقف وش ممكن يسوي. ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.